قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي يرافقه الدكتور خالد عبد الرحمن العهلي رئيس جامعة الخليج العربي بزيارة إلى موقع مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية للاطلاع على سير العمل في إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الطبية التي ستعزز من مستوى خدمات جامعة الخليج العربي. وخلال الزيارة تم تقديم عرض عن مشروع المدينة الطبية وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بشأنها، ثم قام الوزير ورئيس جامعة الخليج العربي بجولة ميدانية في موقع المدينة التي من المتوقع يتم تشغيل المرحلة الأولى منها في عام 2022، متضمنة مستشفى تعليميا و74 عيادة و17 غرفة عمليات ومركزا للتصوير الإشعاعي مزود بأحدث آلات التصوير المقطعي ومركزا للطوارئ مع مهبط للطائرات المروحية ومركزا للعلاج الطبيعي. وقد أكد وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين تفتخر باحتضان هذا المشروع الطبي التعليمي الكبير الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما وصل إليه التعاون الثنائي المشترك من مستوى متقدم في جميع المجالات، مستذكرا المبادرة الكريمة لإنشاء هذه المدينة من المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، إضافة إلى المبادرة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص أرض تبلغ مساحتها 1,000,000 متر مربع لاحتضان هذا المشروع الحيوي. وأضاف الوزير أن إنشاء هذا الصرح الطبي التعليمي سيشكل إضافة نوعية لمنشآت جامعة الخليج العربي وسيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة على صعيد تقديم الخدمات التعليمية الجامعية في التخصصات الطبية. إن هذه الزيارة الميدانية الهدف منها الاجتماع مع المسؤولين في موقع العمل لكي نتأكد من سير البرنامج الزمني حسب ما هو مخطط له، ولله الحمد كانت نتائجها مثمرة. العمل قطع شوطا كبيرا في مرحلة تهيئة العمل المطلوب للسير في خطوات متقدمة في إنشاء هذه المدينة الطبية التي تشكل معلما حضاريا تعليميا طبيا، ولله الحمد سوف تتواصل الإنجازات لجامعة الخليج العربي بالشكل الذي يحقق الهدف المرسوم لهذه المدينة، مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وهي مشروع سيكون له تأثير طيب بإذن الله تعالى على مخرجات التعليم في هذه الجامعة. الحمد لله مدينة طبية قطعت شوط كبير، كما قلنا سابقا انتهينا من مرحلة الأعمال التأهيلية لتأهيل وتجهيز الموقع سواء من حفر وردم وتهيئة المكان، كما ذلك انتهي المشروع من حوالي 60% من أعمال البنية الأساسية اللي تشمل مد خطوط الطاقة والمياه وتصريف الأمطار وكذلك الطرق. أيضا أنجزت الجامعة يعني مرحلة كبيرة تكاد تكون انتهت من مرحلة بناء الأساسات للمدينة الطبية والمستشفى الأكاديمي والذي يشمل ثلاث مباني رئيسية اللي هي مبنى العيادات الخارجية والفحوصات الطبية ومبنى غرف التنويم وأيضا مبنى غرف العمليات والصيدلية والكافيتيريا والخدمات الأخرى المساندة.